حلقة جميلة ورائعة. مشاهدينا الكرام، طبعا قصص كثيرة تنسجها عذوبة نغمات الناي ووحي دلالاته، وأكيد بعضها يرتبط بالحزن والبعض الآخر يرتبط بالفرح. وتعد آلة الناي من أقدم الآلات الموسيقية وأبرزها طبعا، وتعد شيء أساسي من النسيج الموسيقي، ولذا لا يخلو منه التخت الموسيقي الشرقي، ولا تكاد أي فرقة موسيقية تخلو من عازف الناي. لما لهذه الآلة من صوت رقيق إلى جانب قدرتها على التأقلم مع السلم الموسيقي. وعشان نتعرف أكثر على هذه الآلة وطرق العزف الخاصة بها، اسمحوا لنا بأن نرحب بضيفنا في الاستوديو الفنان وعازف الناي خالد جاسم الزبيدي. حياك الله أستاذ خالد. حياك الله. أهلا وسهلا. سعيدين جدا بوجودك. بارك الله فيك. أمتعتنا ودخلتنا في جو بعيد يعني من هذا المكان. بداية نتحدث عن آلة الناي وتاريخها، ويعني خلنا نقول هناك يعني لها تاريخ حتى من آلاف السنين، نتحدث عنها. نعم، هي آلة الناي آلة يعني مغلة بالقدم، قديمة جدا، يكاد تاريخها ما يكون محصور. إمتى يعني تم اكتشاف الناي؟ لما كان القصب ينكسر والريح يدخل بالقصب ويعمل صوت الصفرة. نعم. فهون نعم. صارت الناس ينتبهوا انه هذا في شيء، صاروا يستخدموا ويعمل. وبعدين تطور من يعني من قصبة بدون ثقوب لثقب وثقبين وثلاثة وأربعة، وهلا هو مشكل يعني بكل بلد في آلة فلكلورية أو تراثية يعني فينا نسميها متعددة الثقوب. هلا شكلها بتشبه الناي ولكن هي ما لها ناي. هاي مش ناي. نعم. هذا مش ناي يعني؟ هي ناي. نعم. هلا اللي معنا اليوم نحن هذا ناي. نعم. الناي بيمتاز بانه له ست ثقوب من الامام وثقب من الخلف. نعم. تمام؟ هل هناك مثلا من دوله لدوله اخرى يختلف الناي، تختلف الثقوب، الشكل، الحجم؟ الناي بالشرق الاوسط هو يعني واحد. دول الشرق الاوسط، دول عربيه، تركيا مثلا، يعني كل البلاد اللي بتعزف شرقي. نعم. فهذا الناي هو ناي. واحد يعني ما بيختلف. هلا ممكن في اجتهادات جديده يعني العازفين والفنانين والناس اللي مهتمه كثير بهالموضوع عم يحاولوا انهم يطوروا على الاله. مثلا يعني في عازف الناي بدوله مصر الشقيقه يعني توفى الله يرحمه، هو محمود عفات، فحاول انه يعمل مفتاح زياده. نعم. يعني يعمل له مفتاح زياده فبيكسب علامات زياده. نعم. بالعزف. جميل. أما الناي هذا شكله. نعم. يعني هذا شكله المعتمد بأيامنا. جميل. يعني الطرق المثالية للعزف يعني أستاذ خالد، كل شخص طبعا وإحساسه وطريقته الخاصة، ولكن نعم. هل هناك أساسيات للعزف على الناي؟ نعم. هلأ من شروط العزف على الناي، هي أول شيء أول ما بيبدأ العازف يتعلم على آلة الناي بيمر برحلة تقريبا طويلة وصعبة شوي بالبداية لحتى يطالع صوت الصفرة النقي والصح، فهذا بياخذ معه وقت كتير. يعني ميكانيكية العزف على الناي تعتمد على النفخ. على النفخ. نعم. على النفخ بزاوية محددة. هون يعني بطرف يجب أن يكون جزء من طبعا. نعم. بزاوية محددة قريبة من زاوية 45 تقريبا. نعم. ولكن نحن عاملين نميلها قريبا، عاملين لميزة بحيث انه مثلا انا بحط الناي هيك واذا اغمضت عيني اليمين لازم شوف من انفي كيف تستخدم البارودة. اوكي. نعم. جميل. جميل. اوكي. فبشوف نهاية القصبة رائع بهالزاوية هي بيطلع صوت الناي. جميل. نحن طبعا ما نتحدث عن الناي وفي أغنية مشهورة طبعا أعطي الناي وغني. نعم. نحن نبغى نسمعها حاليا أكيد. حاضر. مع طبعا مع الإيقاع خلنا نسمعها إن شاء الله معاك ومع المشاهدين. حاضر. الله يحفظك. Thank you.
الله الله الله، ابدعت ابدعت استاذ خالد فعلا، يعني عزف رائع ولا يوصف بصراحه. شكرا لك على هذا الابداع وهذا وهذه المشاعر. طبعا نحن انا برجع واتكلم عن بعض العزف سبحان الله. نعم. في الآلة مشاعر الفنان تكون متواجدة، والبعض الآخر ربما يكون يعني كتكنيك هو قوي جدا. نعم. ولكن لا يعطيك تلك المشاعر، أهمية. نعم. الشعور في العزف أستاذ خالد. هي طبعا كله بيلحق الموهبة يعني. نعم. الحقيقة أحيانا يعني في ناس بيحبوا يتعلموا موسيقى برستيج، يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك، فهذا بيتعلم وبيعزف وكل شيء، بيسمعك شيء حلو، ولكن ما يعني موضوع الاحساس عنده راح يكون شوي خفيف. هلا هو الاحساس بيصدقك انت لما بتعزف على الاله بتتناولها، يعني مثل حضرتك ما شاء الله عليك على هالتقديم الحلو، الله يحفظك، ويعني برنامجكم حلو كذا، فهذا كلياته كمان نابع من احساسك انت الذاتي. نعم. يعني انت حابب شغلك وبالتالي عم تعطي من احساسك. اكيد الحب مهم جدا في بالذات يعني الصدق في في المشاعر مع الالات الموسيقيه. استاذ خالد يعني نتكلم عن تاريخك انت استاذ خالد، اول مشاركه لك كانت في العزف وبداياتك مع هذا المشوار. والله بداياتي بالموسيقى انا كنت صغير بالمرحله الابتدائيه الحقيقه. نعم. ومن وقتها كان أخي مسافر لبلد أجنبية عم يدرس، ولما رجع جايب معه فلوت خشبي، فأنا حبيته هذا، ما بعرف كيف يعني أحيانا بيكون هو عند الإنسان يعني هذا الحس أو الحب للفن للموسيقى للرسم، هذول كلهم بيكملوا بعضهم، يعني هذا شيء موجود عندك بدون ما حدا يقلك عليه يعني، فالأهل المفروض يكتشفوا هذا الشيء. نعم. بيطوروه. تمام. فأنا لقيت حالي كتير حبيت هالآلة هي، مسكتها وصرت يعني العب فيها واتمرن عليها شوي شوي. نعم. خلال فتره صار يطلع معي موسيقى ما شاء الله، يعني بالفرصه مثلا كانوا الاساتذه بالباحة يحطوا لي كرسي بيناتهم ما يخلوني العب مع زملائي ما شاء الله فاقعد اعزف لهم موسيقى وهيك، يعني ما شاء الله. من لما كنت صغير. نعم. ولكل اله خصوصيه استاذ خالد. نعم. ما هي الخصوصيه التي طبعا تمتلكها اله الناي؟ اله الناي هي اله احساس، أول شيء آلة جميلة جدا، وهي آلة بالفرقة الشرقية آلة تزيينية. نعم. بتزخري في العزف. نعم. وبتجمله، يعني لما بيكون آلة الناي موجودة بالفرقة فبتحس أنت بتشعر كمستمع أنه يا أخي والله الشغل حلو، يعني صوت الفرقة حلو، فهي من خصوصيتها يعني نقل الإحساس من داخل العازف، لأنه تتعامل مباشرة مع نفس العازف وبتجمل الشغل الموسيقي الفرقه، زائد ان اله اساسيه هي. نعم. وممكن لا انا يعني في لنا تجارب، نحن عزفنا مع فرق اجنبيه وعزفنا يعني بغير بلاد، فهي كآلة انا بعتبرها كامله. نعم. المواصفات. ما انك ذكرت استاذ خالد. نعم. مشاركتك ايضا مع فرق عربيه واجنبيه، خبرنا عن المشاركات مع كبار الفنانين، مشاركاتك انت. والله هلا يعني تاريخ الفرق المعروفه في الوطن العربي يعني. نعم. ان شاء الله هيك يعني المرحوم وديع الصافي يعني اشتغلنا فيه، كان لنا بدبي تسجيلات قديمه ما شاء الله. الفنانين كثر ما شاء يعني الله، يعني كثار. اي والله الله يعطيك الصحه يعني والعافيه، رحله طويله. الله يحميك. زين نبغى نسمع شيء منك الان. حاضرين. ما بنشبع اليوم لنا. الله يخليك، بارك نسمع الله. نسمع عزفك الرائع. الله يخليك. حسمعك شيء هيك في شوية إحساس من مقام الصبا. يا سلام. الله الله، فعلا
معزوفة رائعة، وأيضا ربما هي المعزوفة أو مشابهة لها كنا نسمعها دائما يمكننا صغار. نعم. كانت موجودة، فأقول هذه المعزوفة يعني كانت في وجداننا. موسيقى تصويرية للمسلسلات. بالضبط بالضبط. بلحظة حزن تسمع صوتنا. كانت هي هذه النغمة الرئيسية. نعم. في كافة. نعم. المسلسلات وخاصة البدوية يعني. صح. كان الناي حاضر في هذه المسلسلات وبداية الدراما العربية بشكل عام. يعني أستاذ خالد، ظاهرة أيضا العزف في الأماكن العامة في المجتمع الشرقي ربما ليست منتشرة كثيرا كما نراها في الغرب عندما نسافر، لماذا تتوقع أستاذ خالد؟ طيب هلأ هون أنا والله في إلي عتب. نعم. هلأ في إلي عتب وفي إلي كمان حالة شكر هلأ راح أحكي لك. نعم. خلينا نبدأ بالشكر. نعم نبدأ بالشكر. أول شيء يعني خلينا نبدأ، أنا يعني دبي سباقة ودائما يعني هلأ مثلا برنامج الثقافة والغناء والكذا. نعم. يعني هذا الشهر اللي هو فيه هلأ بتدخل لمطار دبي بتلاقي عازف ناي عم يعزف. نعم. بالسوق الحرة فوق يعني ما بالمطار. شاء الله. شايف؟ بتدخل بتلاقي عازف بيانو عم يعزف، بتدخل بتلاقي عازفة هارب عم تعزف. شوف قديش حضارية وشغلة حلوة. صحيح. ليش نحن لحتى نحارب هذا الشيء يعني؟ نعم. لا خلينا نحن يعني القائمين والمسؤولين مفروض يهتموا. الموسيقى. صحيح. هي مرآة البلد. فكرة جميلة والله. يعني طبعا. نعم. طبعا شيء حلو. وين المانع؟ ما في مشكلة أخي، تفضل عود عزيف اشتغل وين ما بدك، وين مشكلة؟ نعم. هذا العتب، وين الإيجابية؟ لا هذا الإيجابية. 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 الحمد لله موجود يعني. نعم هلا. نعم. موجود. نعم. يعني هلا مثلا بتدخل. نعم. بتسافر من مطار دبي بتلاقي حدا عم يعزف لك موسيقى جوا، بتلاقي الناس مبسوطين. يعني انه ممكن فكرة يعني. نعم. والعتب كمان كان بنفس الإجابة، انه مفروض القائمين هن يدعموا هذا الموضوع. صحيح. ويشجعوا الموسيقيين يشتغلوا وكذا. ليش؟ ما في شيء اسمه ممنوع. موسيقى حلوة كل. نعم. الناس تحب الفن. صحيح. طفل خاصة عمره يعني شهر بتعزف له موسيقى بيسمع يهدى. صحيح. وبينبسط. صحيح. نعم. وأيضا نحن اليوم الموسيقى العربية سبحان الله بين كل يعني الثقافات الموسيقية العالمية نمتلك أجمل المعزوفات وأيضا. نعم. أجمل المساحات. نعم. بشكل عام. نعم. ولكن يجب أن نحن نتبنى أو مش نتبنى، هذه ثقافتنا يجب أن نظهرها ويعني نوصلها للعالمية. أستاذ خالد، يعني المهرجانات أكيد الموسيقية لها دور كبير أيضا في تعزيز. نعم. ثقافة الموسيقى لدى المجتمع بشكل عام. نعم. نعم. كيف تساهم مثل هذه المهرجانات بهذا الشأن؟ هي المهرجانات يعني كتير بتساعد على انتشار الموسيقى الشرقية، بتساعد مثلا الموشح. هلا مثلا ببلادنا نحن دائما في مهرجانات موسيقيه للطرب الاصيل. يعني تساعد على انتشار الموسيقى. نعم نعم. شيء حلو وحضاري كثير. جميل. نعم. انا برجع، ولكن الدوله قائمه يعني هي مثلا وزاره الثقافه مسؤوله عنها. ما شاء الله. بتعمل بتقدم مهرجانات وهناك. نعم. عندنا ما شاء الله معاهد حكوميه منها بيت العود العربي والكثير. نعم. منها الحمد لله عندنا هني. نعم. في الفجيرة أكاديمية الفنون الجميلة. أكاديمية الفنون الجميلة موجودة أكيد. صح. في الفجيرة وهناك. صح. إقبال كبير ما. صح. شاء الله, ما شاء الله عليكم. وهذا دليل على التعطش المجتمعي لدى الفن. صح. أستاذ خالد، طيب يعني هناك أيضا موضوع استوقفني ما شاء الله، نحن دائما نشوف عازفين ناي شباب أو ريايل. إيه. ليش العنصر النسائي مش موجود؟ هل الموضوع. إيه. مرتبط بنفس أو شيء أو شو بالضبط؟ والله مو كتير يعني أنا بظن هلأ في عنصر نسائي ولكن قليل العدد بيعزفوا عن ناي. لماذا تتوقع؟ ليس هناك سبب محدد؟ ما في سبب محدد. هلأ مين بيمنع؟ اليوم يعني المرأة تقود الطائرة والمرأة وصلت للوزارة. نعم. عرفت كيف؟ يات على شو بيمنعك تعزفي عن ناي؟ هل بتعزف عود؟ ليش ما بتعزف ناي؟ إذن هو يعني بس ما في أي هو في ناحية أستاذ. نعم. يعني الناي كآلة هو في صعوبة شوي. بس بالبداية يعني لبين ما يتعلم العازف. نعم. فهذا بياخذ معه وقت وجهد. يعني تركيز الرجل على الناي يمكن يكون أعلى أحيانا، ممكن في تصميم أكثر. يمكن يعني ما فينا نربطها هي. نعم. ما لها علاقة يعني، ولكن في صعوبة عن باقي الآلات. أنا بعزف كمان. يعني بعزف كمانجا وكمان يعني الناي ما شاء الله عليك. ولكن الناي الحقيقة لما بديت أتعلم عليه حسيت حالي تورطت يعني صعب. نعم. شوي، ولكن بعدين مشي الحال.
ما شاء الله. طيب أنا أبغى أتكلم أيضا أكثر عن تفاصيل دقيقة في أنه معروف أنه أكيد لكل قصبة يعني علامة موسيقية معينة أستاذ خالد، نشرح هالشيء شوي بطريقة نسهلها على المشاهد. تمام تمام. هلأ دائما بنشوف عازف الناي بياخذ معه طقم النايات، يعني مش قصبة واحدة ورايح مش على حفلة أو كذا وبدأ يعزف مع فنانين. هلأ ليش بياخذ معه طقم نايات؟ نحن مثل هذا السؤال بعد، ليش ما أخذ معك أكثر من قصبة؟ بالضبط. نحن اليوم مثل ما أنا شايفين هناك أكثر من ناي معك، هناك أكثر من ناي. كل ناي من هذول الأستاذ هو له علامة موسيقية وله اسم. يعني مثلا شو هي العلامات؟ ما الفرق بين هذا علامته سي، هذا علامته الدو، هذا علامته الري. تمام، هون علامته المي مثلا. فهمتك. والفا والصول واللا، يعني كل ناي هناك يعني مثل مرتبطة بالسلم الموسيقي، المدرج موسيقي كاملا كامل. انا كنت اظن واحد يمشي مع الكل، دوري مي فا صول لا سي. لا هذا لكل مدرج هناك ناي خاص، فلكل علامه في لها ناي خاص. مثلا هاي معلومه الحين اعرفها والله. صح. جميل. هلا حضرتك بتغني، لنفرض، وطبقه صوتك لنفرض من الحسيني، يعني من علامة الله. فأنا بأخذ من، إذا بعزف لك من علامة الصول رح تتعب، أو صحيح. من علامة السي رح تتعب، رح يكون في نشاط. فأنا بهي الليفل يعني للصوت مثلا أنا ممكن أختار القصبة اللي بتناسب أي نوع من الموسيقى أو العزف. جميل، هاي والله معلومة جديدة اليوم. فتنا فيها أستاذ خالد، شكرا جزيلا لك. نحن سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا وأمتعتنا، وفعلا أدخلتنا في أجواء رائعة جدا. نشكرك من أعماق القلب. نحن بنختم إن شاء الله، ولكن بنختم مع طبعاً مع هذا العزف الرائع. نحن نشكرك جزيل الشكر الأستاذ. أنا بدي أتشكركم وأتشكر قناتكم الموقرة. الله يحفظك. يلي تعودنا على الإطلالة من خلالكم. الله يطول فيك. نحن سعيدين فيكم. وهذا مكانك. بارك مكانك الدائم. بارك الله فيك. الله يعزك. شكراً لك الفنان خالد جاسم زبيدي عازف ناي. شكراً جزيلاً لك على الحضور معنا، وأكيد مشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. والآن نترككم مع أجمل عزف من طبعا الفنان خالد جاسم الزبيدي. تفضل.